what appeared on to our investigation that that was used by the opponents, by the rebels. And we have no indication at all that the government, Syria, the authority of the Syrian government have used chemical weapons. قالت ديل بونتي كلمتها وانسحبت. كان ذلك بعد الهجوم الكيميائي الذي طاول خان العسل في نيسان الماضي. أتى الرد سريعا من داخل البعثة نفسها تنفي فيه كلام ديل بونتي بذريعة عدم الوصول إلى خلاصات نهائية. وبين التصريح والتصريح المضاد سحب الاتهام من التداول. لماذا إذن تطلق عضو من البعثة نفسها تصريحا ليواجه بنفي من اللجنة نفسها؟ فتش عن الخيط السياسي في عمل لجان التحقيق الدولية. رواندا نموذج، وديل بونتي كانت حاضرة، وواشنطن أيضا كانت بالمرصاد. في نيسان عام 94 شهدت رواندا أفظع مجازر القرن العشرين. 500,000 رواندي من قبيلة التوتسي قتلوا على أيدي ميليشيات قبيلة الهوتو التي كانت تسيطر على الحكم، وهي مجزرة جاءت بعد اغتيال رئيس البلاد ابن قبيلة الهوتو جيفينال هيبرمانا. شكل مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة على أن لا يقتصر التحقيق على المجزرة الكبيرة فقط. هكذا كلف ديل بونتي بمنصب المدعي العام للمحكمة التي انتهت إلى إدانة 48 شخصا مرتبطين بالمجزرة الأولى حصرا. على أن ديل بونتي كما تذكر في كتابها السيدة القاضية كانت ماضية في تحقيقاتها الخاصة بابن قبيلة التوتسي وزعيم ميليشيا الجبهة الوطنية بول كاغامي وتورطه في ارتكاب مجازر مضادة بقبيلة الهوتو. ولم يثنها عن ذلك وصول كاغامي نفسه إلى سدة الرئاسة الرواندية عام 2000. ولكن لواشنطن كان رأي آخر كما تقول السيدة القاضية، حيث زودت السلطات الرواندية معدات تجسس متطورة لمراقبة عمل التحقيق الدولي، مناعة في الوقت عينه تزويد المحكمة أجهزة اتصال مرمزة. هكذا عقدت واشنطن اتفاقا ثنائيا مع رواندا يفضي إلى منع التحقيقات الجنائية الدولية من إدانة مسؤولين روانديين متورطين في المجازر، ومن بينهم كاغامي. طلب السفير السامي لجرائم الحرب في الولايات المتحدة يوم ذاك بيير بروسبير من ديل بونتي ترك التحقيق وتسليم الأدلة إلى السلطات الرواندية لتحقق مع نفسها بنفسها. رفضت ديل بونتي فجاء الجواب سريعا بأن قالها مجلس الأمن من منصبها، وعين مكانها الغامبي حسن جلاو يعاونه الأمريكي ستيفن راب في منصب رئيس الادعاء الذي بطبيعة الحال لم يدعي على أي من كاغامي ومعاونيه على وفرة الأدلة. من هو ستيفن راب إذن؟ ليس سوى السفير السامي لجرائم الحرب في الولايات المتحدة منذ عام 2009، وهو في المناسبة ليس سوى المعني مباشرة بتأمين كل الأدوات القانونية والعسكرية والاستخباراتية لكشف الحقيقة في جرائم الحرب في سوريا، ومنها المجزرة الكيميائية في الغوطة التي اتهمت واشنطن النظام بارتكابها من دون انتظار تقارير لجنة التحقيق الدولية، ومنها مجزرة خان العسل التي غض الطرف عنها العام سام على الرغم من تصريحات السيدة القاضية ديل بونتي. لا يبرئ كل ذلك النظام السوري ولا يدين بالضرورة المعارضة السورية، ولكنه ضروري لتبيان الخيط المهني من الخيط السياسي في عمل لجان التحقيق الدولية. ولهوة النوع ليس عليهم إلا أن يسألوا السيدة القاضية عن تجربتها في كل من يوغوسلافيا ورواندا، فتلك حكاية أخرى.